رغم تجاوز عددهم 500,000 تلميذ مطرود، إلى أن اللجان الولائية الخاصة بدراسة طعونهم أقرت إعادة إدماج نسبة قليلة جداً من التلاميذ بحجة عدم استيفائهم الشروط القانونية المتعلقة بإعادة الإدماج. تلاميذ اللي عودوا سنة أكثر من مرة، وتلاميذ اللي كانوا يتغيبوا أكثر من مرة في المؤسسات تاعهم، وتلاميذ اللي كان عندهم سلوك غير مقبول. إعادة النظر في نتائج الالتماسات المودعة من قبل التلاميذ المطرودين والذين لم يتم إدماجهم سيكون في 18 من الشهر الجاري، إلا أن فرصة الإدماج ستكون ضئيلة جدا بحسب اتحاد جمعية أولياء التلاميذ. بالنسبة للتلاميذ غير مقبولين على مستوى المؤسسات، نفس الملفات تدرس على مستوى لجنة في مديرية التربية. بذلنا مجهود وطلبنا من وزارة التربية، طلبنا على مستوى مديرية التربية على المستوى الوطني، وكما يخصني أنا على مستوى مديرية شرق ولاية الجزائر، اتفقنا على هذا المقاييس. بروتوكول ترتيبات عادة السنة هو من يحدد من له الحق في العودة للدراسة بعد الفصل، لكن ومع نظام التدريس الخاص الذي فرضته جائحة كورونا تدخلت العوامل، سيما ما تعلق بعدد التلاميذ في الفوج الواحد، وهو ما حد من عدد المقبولين بعد دراسة الطعون.